غاية من هذا المشروع هو أيضا تعريف بهذه الظاهرة، وأيضا نشر ثقافة مناهضة للابتزاز الجنسي، وطبعا مناهضة كل أشكال الفساد الإداري الذي له تبعات خاصة على حقوق النساء وعلى كرامتهن. هذا المشروع كيتعلق بنشر ثقافة مناهضة لأثار الفساد والرشوة على حقوق النساء. هاد الشركاء كينظموا اللقاء الثالث في سياق هذا المشروع. هذا اللقاء كيهدف إلى معالجة واطلاع المنظومة القانونية، خاصة القانون الجنائي، لمعرفة إلى أي مدى تستطيع مقتضياته أن تضمن الحماية لحقوق النساء والحماية للضحايا هذا الفساد، خاصة ضحايا الابتزاز الجنسي. إلى أي درجة كتحمل هذه المقتضيات إمكانية معاقبة وزجر مرتكبي هذا النوع من الفساد. أيضا هذا اللقاء كيهدف أنه يطلع على السياسة العمومية القائمة في مجال ديال مناهضة الفساد وفي مجال النهوض بأوضاع النساء، لمعرفة هل هذه السياسات كفيلة بحماية النساء وكفيلة بضمان مواجهة ظاهرة الابتزاز الجنسي وظاهرة الفساد الذي يمس خصوصا حقوق النساء ويمس طبعا إنسانيتهم. ندوة اليوم هي ندوة تجمع مجموعة من الفاعلين في مجال محاربة الرشوة، وكذلك شركاؤنا اللي وهم الجمعية الدولية للنساء القاضيات، اتحاد قاضيات المغرب، وترانسبارونسي الدولية. نبتغي من هذه الندوة أن نعمل على تعبئة الفاعلين في مجال محاربة الرشوة، وكذلك العمل على تعبئة المجتمع لكي يدرك مدى الآثار المترتبة عن الرشوة على النساء وكذلك الابتزاز الجنسي.